أعزائي المشاهدين، صباح الفول والفلافل. معكم حكيم صاحب الكرش العظيم، لا زال فيكم جميعا في جاري اللعب. اليوم راح نلعب ألعاب رهيبة جدا، طبعا هذا كلياته على التلفزيون الآن. اللي مش متابعني يتابعني، اللي ما شاف الحلقات القديمة ممكن يشوف الحلقات كلياتها موجودة عندنا على اليوتيوب. بالإضافة إلى كمان اليوم راح نغير شوي نظام اللعب. عادة بيكون أنا معاي صاحبي بنلعب مع بعض لعبة، إما بكون فيها شراكة إما بكون هو موجود عندي في يعني مكان هون موجود استوديو موجود عندي بالبيت او المكان، او بيكون معي صديقي اللي بيلعب من الاردن او من البحرين وهكذا. فالمره هاي بدي اورجيكم لعبه بسيطه جدا ولكن كان لها امباكت رهيب، كان عن جد كان لها وجود رائع جدا في عالم الفيديو جيمز للناس اللي بيستمتعوا في الالعاب هاي. تشبه شوي من الالعاب القديمه اللي كنا بنحبها، ولكن احلى منه انه هي بتركز كثير على الجمال، الالوان، الاشياء كلها. اسمها اوري اند ذا بلايند فورست. فهلا بدنا نعطي فرصه نفوت على الجيم، بديش اضيع وقت كثير. انا اول مره يعني انا لعبت شوي من الجزء يعني من اول مرحله ولا شيء زي هيك، ولكن نعطي فرصه للعبة نشوف أفهمها، نمشي فيها مع بعض، نعطيها مجال، مش هنطول فيها كتير، ولكن ناخد فكرة انطباع، نشوف كيف الواحد ممكن يكون في عنده التطور في الشخصية، تطور في الحركات اللي ممكن نعملها، تطور في اللعب كعام، ونشوف لو في قصة شو هي القصة، ولو في أغاني. لأن هاي طبعا أنا بعرف اللعبة هاي معروفة إن فيها يعني مقطوعات رائعة جدا لأي حد بيقارن أصلا في ألعاب الفيديو جيم. فمن دون ما نضيع وقت خلينا نفوت على الجيم. هاي الجيم اسمها أوري أند ذا بلايند فورست. خلينا نشوف. طبعا أنا هبدأ مباراة جديدة ومن ثم نشوف. هلا طبعا ما بعرف إذا محتاج أنا أعلي الصوت شوي، هشوف لو فيني أعدل لكم الصوت. من هنا نعمل هيك. اوكي ونسمع الاغاني، انتم سامعيني كويس؟ مفروض ان انا كمان سامع. ولكن على العموم خلينا نفوت. اوكي ريزيوم. مش عم يحكي انجليزي. جينا نا اوري دي دو. هاي طبعا لغه اللعبه، شكلها عملوا لغه جديده. يشي فخر على الاخر يا زلمه. واو مين الاخ؟ ايه هذا انا في اللعبه. طلع صاحب الكرش العظيم هيو. الله الله، طلع ما اقدر اتحكم فيه. هي لوب هي لوب سوالوز نست. طلع حتى طريقه مشيه. نيا انا تعلي الصوت من عندي اخر شيء. اوكي ايش مش عارف اعدي؟ لازم انط. شو اللي وراها هاي؟ ايه ده؟ الله كيوت. بينا دي اورينو. It's so cute. الله سنايم طلعوا حتى حاطين الرسمة لإله. ايه حلو. طبعا هلا فهمت ليش بيقولوا انه انه لسه يعني ما شفنا طبعا كتير. هاي ماما. ايه ايش هذا؟ تفاحة برتقانة. ليش حاطين اكس عليها؟ صرت طلع بلعب بالام هاي. ايش مش قادر اطلع؟ ايوه
لا بس اسمعوا الأغاني عن جد، اسمعوا المقطوعات هاي. الله برتقاني كتير. يخت عليك كل يا بابا، كل كل يا حبيبي، كل صحتين، كل حبيبتي ماما، كل يا ماما، تسحر منيح. ايش فيه؟ وين رايح؟ فيني اتحرك. On that fateful night، على هذيك الليلة المقدرة، صح؟ عندما السماء أبرقت وأشرقت بأضواء ومش عارف إيش. ناديت إلى أوري، نادي لأوري. طيبين هو هذا وات؟ عم بتدافع عنه يعني، فكرت انه راح يموت او هيصير له شيء. Yet hope never came، ولكن الامل لم ياتي. شو ما فهمت؟ شكل الارض عم تموت او ما في اكل او اشي زي هيك. عفنت البرتقانة. الغابة عم تموت. يا الله شوف قلب الأم، حتى في اللعبة هاي مطلعينها، مع إن الشخصية شكلها غريب كتير، ولكن عم تاخد بالها منه. هي يعني هو مش ابنها، عم بدور له على أكل. هاي برتقان. كانت الغابة عمياء. طلع كل انت. لا انا ما بدي، اوريدي عم بتموت هي شكلها من الجوع. يا الله طلع. هو استوعب ان هي عم تحاول تطلع لفوق. يلا روح لعم ماما. هاي الذكريات تبعتهم مع بعض يعني. بلا، لما بنوا الجسر وكل شيء. مين هذا؟ اي لما عم تقوم ما تقول لي ماتت. لا لا ما بدي اقعد العب اللعبه، انا تعيط. لا هيز كرشه. ما حبيت اللعبة. ليش العب؟
يتيم مرة أخرى. أي أيوة والله. عم بيودع البيت. يا حرام. أنا مش عارف مين عم بيحكي. أنا عم بحاول أطلع لفوق، ليش عم يطلع؟ أوكي. ايش الشوك هذا؟ طلع شو شاعم بيمشي عم بيعدي منهم. اي كل الشوك قاعد. يا عمي والله حتى الاغاني عم بتأثر. ماي شارل ابني. متى؟ أكيد طبعا المخرج مش هيخليه يموت يعني. وات ضوئي أعاده إلى الحياة. أوكي. الله. جيم سيفت. الله شوف سريع. طلع شوف كيف بركض. اوكي هلا لازم ادوس على هاي اظن. اوكي ايه اوه ما فينا نعدي من هون. We found a small spirit has been added to your okay ability points. Okay, so هدول لازم أعبيهم أنا. إيش هذا؟ كيف بدي أطلع لهنا؟ بيكون في هذا النوع الحجر، أنا يقول إيش حجر زي حجر كريم أو شيء. شو هاد؟ بشوف الألوان محلاها. أوكي هذه لما أكل أي نوع من ضرر بتنقذني. Found an energy cell. You can now collect, use more energy. Remember that you can use it to create a soul link. And see, okay. يعني لو بدي أسيف الجيم، سول بي، شو البي عندي؟ هلا فهمت. ايه؟ طب شو عمل؟ شو ما عندي شيء، شو بدي اعمل له؟ يمكن بدي اروح على الناحية الثانية تكسر الحيط هذا. قوم اوبا كسر. خبطني بس دمرني. فهمت.
عرفت شو اسوي. يو فيل اوكي ولا يو جين ابيليتي بوينتس. طيب فهمناها. باقي لي شوي بس ويصير عندي هلا الفل الدائره تبعتي. شوف شايف انا مبين عندي. اوكي دوس على سول تاب. ايش هال experience this bar indicates. okay quick flame, quick flame rekindle, most pickups now float to Ori. okay حلو. هاي بتعمل دعم شكلها. عندي شيء تاني؟ لا ما بقدر بس واحدة. okay طلع محلى. My strength is returning. I am sign. The light and the eyes of the spirit tree. أحلى شيء إنه ما لهم لغة. يا ريت كان في عربي. They must have followed you here, but still can hear that. إيش هذا؟ إيه؟ آه. حلو. طيب هاي الخريطة يعني أفهم منك هيك يعني. طب كيف أروح هاي الخريطة؟ أوكي اوه لسه في كم وحده. بيك ابس كذا نكمل هون احسن. ما فينا اطلع لفوق شكله. ما فينا اطلع لفوق. لا بدي شكله بدي اروح ناحية تانية. بس من هون فينا اطلع. ايوه عن جد شوف محلاها عمي. هلا صار فيني اروح المكان. اوه لا ايوه فينا اطلع لفوق هلا صار. تمام. اوكي ها
عم بحاول بس افهم ايه وين عم بروح. هذا باب. طيب اكيد واحدة من هدول الاحجار اللي انا اخذتهم. ما في عندي بس واحدة. اوكي فهمت. احلى شيء الاغاني. هيها اوكي فهمت. هلا بيفتح الباب. الله عليك اباتيتو ليتس جو. ايش يعني؟ هذه ال وين بدي اروح يعني؟ اطلع فوق. انا بدي اروح لفوق صح؟ انا بطلع فوق. اوه انرجي شارت. اوكي طب هاي كيف بدي افتحها؟ ما في نعمل اي ضرر يعني، ما في نكسرها، ما علينا. لايف سيل مر. اوكي يعني هلا بيزيد الحياة تبعتي، يعني ممكن مثلا اكل 4 ضربات مثلا بدل ما 3 على كل مثل ما كنت بالاول. طيب بس كيف فيني اطلع لفوق؟ قصدي هون. ما فيني اروح، ما فيني اعمل شيء. خلينا نشوف وين بدي اروح، وين بدي اروح. اطلع لفوق، ما فيني اطير لفوق شكلي. اوكي. اوي. يبقى شكلي لازم اروح هون. Spirit Caverns. اوكي بدي كم واحد؟ بدي تنتين كمان. اوكي طبعا اعزائي المشاهدين احنا راح ناخذ بريك سريع ونروح لموجز الاخبار، وبعدين راح نرجع لكم كمان شوي. بس انه خليكم معنا طبعا. انا هستلم الوقت هذا اني احاول انا افهم اللعبه اكثر، اعرف انا شو عم بعمل يعني، عشان ما ابين انه واحد انا مش مركز. على العموم هناخذ احنا فاصل قصير جدا ونعود لكم بعد قليل. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، نعود اليكم من جديد بنكمل البرنامج. وطبعا هذه اللعبه اللي ما زالت اوري اوف ذا فور اند ذا فورست، ولا اوري اند ذا بلايند فورست. مش عارف ليش مسمينا الغابه العمياء، ما بعرف. انا عمال باكل كميه ضرر عاليه، ولكن ما علينا. وباي او باي او باي او باي باي. صار عندي هلا ابيليتي تاني ممكن اجيبها. ايو طبعا انا عم بروح على الاماكن اللي سامحين لي لسه، لانه ظهر انه في عندي مين هذا؟ ايه ده ايه ده ايه ده مين ده؟ زي ابوي هذا، عامل شكله مش ابوي، ابوي يعني ابو الشخصيه عم بيتعب. When she ravaged and killed. Okay. طبعا قاعدين بيحكوا. And then we were attacked, wounded, and killed by our foe. SSL trains. إني من هين. إني من في. فيل. اسمه النور. نورلاندي. ننضتو. صح. ايش هذا؟ to push ability to push toward the wall. اوه صار فينا اطلع الحيط. energy cell. يلا حلو.
أول آه إي الشوك. احلى شيء انه لما اضلني دايس هيك بيعمل حركة حلوة، اللي بيصير يقعد يلفلف حوالين حاله. اوبا بابا بابا طلع كيف بالخلفية. اه في شيء فوق هناك. يا الله ايش عدت من اول؟ كان لازم اختار مكان ممكن ارجع منه. يا حرام. اوكي فهمنا هلا. ما اخذ اللي تحت هاي. يعني ما بنحسب شيء يعني. طيب هاي ماب ستون شو بتعمل؟ لسه بدنا نطلع لفوق احنا. اوكي
بس عندي واحدة. هلا صار فيني المفروض اني اروح على نفس المكان هذاك اللي كنت بالاول. ايوه هون بالضبط عند الهولو جروف اللي مش كنت اقدر اطلع لعنده بالاول. لا لسه ما فيني اروح. وين بدي اروح؟ نشوف هيك طبعا بده يمشي الحال. سباسيبا سباسيبا حبيبي. اوب 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 ده دوز في دنيا. خرشو خرشو اي اوف يا 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 اطلع هيك. ايوه هاي المفتاح الثالث. اي اوكي بلشت اللعبة هلا. كم باب بده هذا؟ بده 4. يي علينا. لا 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 ما تقول لي.
انا لازم اعمل سيف، لازم قبل كل مره قبل، يعني اذا ما اكون عارف انه في منطقه صعبه ممكن اموت فيها، لازم اعمل سيف هناك، لازم حرام. اوكي فهمنا الموضوع، فهمنا الموضوع. هلا بيفتح لنا الخريطه. ايوه بنعيد الكره. ماشي اوكي اللي بعده، يلا اللي بعده. انا تحمست صراحه. أي أيوة هنشوف هلا فين نختار إشي تاني requires. طب ما عندي ريكوايرز 1 ابيليتي بوينت، بس ما عندي سبارك. يمكن لازم استنى شوي. اوكي عشان القصة هيك المخرج عايز كده يا جماعة. هو ده ده آه. اوكي في شيء هون. الله اول مرة اشوفه. اوكي ما فيني افتح الباب. اوكي بما انه وصلت هون نرجع نعمل سيف مرة ثانية. اوي 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 نحن سيفت. يلا شوت. اي مش عارف اخذتها. يا حرام. بس شفت كيف؟ عشان انا سيفت هناك ما بضطر اعيد المنطقة كلها. فتحنا الباب. طلع ما اشملها صراحة الألوان هذه أنا بتجنني. We told Ori the tale of her misguide. آه هاي بنت اسمها أوري مش شاب. اسمع الأغاني موسيقى قصدي. يعني هاي اوري بتكون. اوه طلع في كتير منهم. وهذه الغابة إلها روح يعني، وروح هذه من ضوء. ولا اشي غراب هذول ايه؟ بومة.
ايش اخذ قلبه؟ قلب الغابة يعني؟ كورو ستور ساين. ساين هاي اللي انا عندي اياها هلا. هذيك الجونسو تري element forlorn ruins mount horu 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 to restore Nibel to its form we must rekindle their light before it is too late. Okay, we must first we will find beyond the tree كذا كذا water on okay حلو. لازم نروح هناك على السوامب. من هون ممكن اروح سيفت. ما في نعمل له شيء. ايش هذا؟ ما فيني لسه. ما فيني اروح اي مكان من دون ما يكون عندي المهارة هاي اللي بتخليني انه انا ادمر هالبناية هالحجرة او البوابة هاي. والله ما نعرف شو مسمينها. هولو جروف حلو. اوه عملت منهم صغار. راح هذا الله. يلا بنطلع لفوق بعدين بنعمل سيف. في لعبة تانية اسمها سيرف بدي اورجيكم اياها، هيك فيها اكشن شوي وحركات.
برضو نفس الشيء. المفروض اني اقدر اطلع لفوق، خلينا نشوف نطلع لفوق هون مرة ثانية. هذا بيطلع لي اي ما فينا نطلع فوق. أها لقيتها، اسمها أنو. أعطني الطاقة، اديني الطاقة، أنا عايز أدي الطاقة عشان كسر حجر. أيوة هو ده الكلام. آه ما فينا نستعملها كتير. طبعا هلا لما زبطت الوضع انا حلو 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 حلو، فهمنا الموضوع كتير كتير منيح، لان انا زودت الطاقة تبعت المهارات اللي عندي. صار في عنكبوت في الموضوع. يي اوكي فهمنا الموضوع. خلص اذا هيك خل اغير، انا بدي اغير اللعبة تبعتي، بدي افوت على لعبة تانية اسمها سرف.
هلا بننوع، بس عشان ايش؟ نعطيكم فرصة تشوفوا كيف كل لعبة بتكون مختلفة عن التانية، وبعدين من ثم بتصير تشوفوا يعني الفرق بين هاي اللعبة. الرسم احلى، الشكل احلى، الاغاني احلى، الموسيقى هي طبعا، اما هاي اللعبة كلها اكشن وحركات زي هيك. فهلا بدنا نفوت على السريع تعطيكم فكرة. هي كمان واحدة من الالعاب اللي موجودة. كيف الصوت شوي يمكن. ما بعرف هلا بنشوف اذا الصوت عالي ولا لا، بس اعطينا لحظة. اوكي هاي هي اللعبة، هيك شكلها. وانا بدي اعمل نيو جيم. نعم. هلا كل ما في الموضوع انه هذه اللعبة طبعا انت شخصية اسمها سيرف، عندك امكانيات كتير وقابليات كتير، بس احنا لسه اول مرة نلعبها، فاحنا هلا هنشوف كيف نتعلم اللعبة هذه وبنرجع اساسا. طبعا تعتمد كتير على سرعة البديهة والحركة وان والاستيعاب والريفلكس تبعتي تكون سريعة، وكلها طقطقة وحركات حلوة يعني، فيها هيك بطير وبلف وبغير هذا. هلا احنا كقصة مش واضح الموضوع لسه بالضبط شو هو، شو اللي ادى لشيء هذا انه يصير، ولكن على العموم بدنا نعطي فرصة للعبة نشوف ايش هي اللي بتعمل. طب هاي البنت، هاي هي البنت اللي هلا بتقوم. اوكي اسمع الاغاني حتى. اوكي طلع اسمع الغاني. لا فرق، بس يمكن الصوت عالي كتير، ما بعرف، خلينا نشوف. اوكي يوز ذا ال تو موف. فيني انط. الله حلو، فيني انط. هاي نط. اوكي اوكي انا باكل ضرب عادي. ممكن اعمل هيك كمان. اي الله، شوف شقلبه. حلو. مفروض ايوه. هلا المفروض ان نسمع. طلع شو بركض. اوكي بلشنا. بلش الصوت يكون كتير عالي، فهيك نظبط الوضع. بس طلع شوف الحركات. الله واو. واحد اثنين اوبا اوبا اعطيني. اوكي روح شوي. سكر الباب، انا فكر حالي ان انا
رايح لعند الباب. هذا بياخذ ضرر اكثر. ايش هاي سكوير؟ ايش يعني اخذ روحه يعني؟ احلى شيء انه هو بتصوب هي لحالها وبس انا لازم احركها. في شيء فوق اكيد. انا لو تعلمت شفت كيف دائما روح على كل النواحي اللي عندك في الخريطه. اوكي انه هذا الباب مسكر مش قادر اعدي عليه. شيء طبيعي المخرج دائما بيكون عايز كده. لازم الف وادور واتعب شيء 70 مليون مره. منها ايش هاي؟ ميركلز معجزات. يا بيبي عندي حركات رهيبة الضرب القاضية. من الأخ طب انا اخذت روحه ليش لسات عايش؟ تعال اعطيني. لا وين راي؟ او بابا 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 ما راح تجيبني. تعال اقول لك هي بعد شو ده بابا 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 ده بابا بابا اي شال فانكويش ذم اول ان هيز نيم. والله من عارف شو بيقول. ماشي المفروض انه هلا فتح الباب هداك. فانه انت عارف يعني عاده زي الالعاب الفيديو دائما انه الباب قدامك بس مسكر لازم تروح تقتل الزعيم وبعدين ايش بيقدر يخليك تفوت. شفت هيك فتح الباب. يلا نروح الخريطه الثانيه. طبعا هذا كله يعتبر توتوريال اللي هو تدريب يعني. These orange crystals are known as fragments. They are automatically combined when you have three. Okay. شو هذا؟ شو بتعمل هاي؟ لوج. اوكي لازم اخذ روحه. تعال هيو هيو وين طريقي انا؟ طيب اوكي اذا السهم بيقول هيك يبقى لازم اروح نشيك لبعيد. ما بعرف اذا انتو 70 الاغاني. الله صار عندي رشاش. اهم شيء الاغاني. اهم شيء الموسيقى. مين هذا؟ مين الشاب؟ او المهم الصوت واضح. ماشين جون ايش؟ لا هذا احلى. هو يس. فيني اغير اما المسدسين اما الرشاش. ايش عم وين عم بروح؟ هاي بابا.
شو بتعمل هاي؟ طبعا هدول عم بيعطوا، هدول بيعطوني اكس بي او بسموها خبره بالعربي يعني، وفكرتهم انه كل ما بتاخذ منهم كل ما بتزود الليفل تبعك. مين شب اي اي في ثلاثة هون. علقوا. اوه تعال. اوه ممكن اموت هون. تعال اقول لك انت. لسه باقي له شوي. تعال. يا الله الله مش باقي لي اشي حياتي، باقي لي ضربة وموت. مفروض ان انا هلا لاني قتلت الزعيم فصار فيني اروح الباب. حلو. وهل شو طلع؟ مش باقي اشي من حياتي، مش باقي اشي. حلو. اباي اي اباي 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 واو واو هلا با لا وي خي صراحة شعور رهيب. لا اكل دمج كثير. تعال. او ماي جاد. لا لازم انتبه انا. راح اشوف تحت على اليسار انا بكتب لي الديفيكولتي او الصعوبه 1.2 ان هم مزودين 20% صعوبه. ايش في؟ ايش في؟ فيني اطلع من هون؟
هلا 30 ثانية بموت يعني؟ سريع ما فين شطلة من هون لسه. اه بس الباب اللي فوق مفتوح. هذا اللي خلاني افتح الباب. اوكي صار عندنا رشاش. الله يلا خلصنا الخريطة. ووو خلصنا المرحلة. شو هاي؟ سيراف has gained a new level. اوكي 25 health زيادة و blessing for level 1. اوكي. شكله أحلى. أوكي خلنا نعمل إضافات نشوف شو فيه. وفينا نأخذها هاي. يلا. ما عندي تاني. أوكي. Unlocked them inside. Allowing to see and collect various materials. كذا 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 كذا. Using to craft weapons. حلو. أوكي فهمت. ما فهمت شيء. ما علينا. نرجع الجيم. أوكي. طبعا بعد ال في هيكون تقريبا في عنا أظن في بريك كمان ربع ساعة مش متذكر. بعديها إنه آخر فترة. بدنا ناخذ بعد البريك يعني بدي ألعبكم أوفرواتش. حلو.
صراحة يعني جدا لعبة بسيطة جدا ولكن عن جد ممتع. يعني الأغاني عم الموسيقى عم تعمل لي شغل هوبا يضرب. أوي حلو. هلا هو يعني سهل انك تبعد عن ضرباتهم ولكن عن جد لو انضربت بتأثر فيك تأذي كثير. الله وين عم بروح؟ نط منيح. شكله بدي انزل لتحت. في الكريستال هاي. اوكي على شيء طلب تفرق بيناتهم. اي Fountain of Thermis. Terminus. سكر علينا البيبان مرة ثانية يا الله. ايه هذا عندنا اللي نطت عليها عرفت. اوي اوه بابا 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 دي مشكلة. بقى 12 ثانية 12 ثانية. ايه حلو 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 حلو. يلا فتح البيبان. هذه بتعطيني ريفولفر. اوه واو طلقتين. يلا اعطوني شوية حياة. قربنا على وقت موجز الأخبار هلا وبعدين هنرجع كمان تقريبا دقيقة أظني وبعدين بنرجع إما نكمل هاي اللعبة أو بورجيكم اللعبة الثانية اللي هي أوفروتش اللي نلعبها اللي عادة بلعبها مع الشباب. يعني شو في تغييرات هلا فينا نضيف accuracy level 2 فيني أخذها. فيني أخذها.
select a shot, place a shot. طيب ما اخترتها. continue. حلو. ندخل هلا على الخريطة اللي بعدها. المفروض طبعا انه هتصير اصعب واصعب يعني، فهذا شيء انا متفائل انه هيسلينا يعني. اوكي حلو، السلاح هذاك بيضلوا معي كمان اصلا. مين هذا جديد؟ وي 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 وي. حلو يلا تمام. يكون عندي وقت ان اندرم انه كمان يعني هلا كمان شو بدنا ناخذ فاصل اعزائي المشاهدين، فبنرجع لكم على طول بعد الموجز. خليكم معنا نغير لعبه ونتسلى مع بعض كمل جاري اللعب. مش لا ما تقول لي متى ثلاث مرات. لا لا ايش في؟ عيد من اول. شو هاي ستارتر كذا 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 كذا. اوكي خلينا نجربها، ما انا مش عارف صراحه ما اظني. اوتو فاميلي برايمري كذا كذا كسر في الاوتوماتيك سويتش بيسر. اوكي معنينا بلو ايتم كريت. اوكي هلا في تحدي موجود في اللعبه بدنا نجربه. هاي بيبي ليتس جو. مين هذا؟ مين شب؟ ها فكر حالي توم كروز عم شو. اوي اسمع هدول بيجعوا كثير. اي لا انا مش قد اللعبه هاي ابدا يا حرام. الدحدحت. يلا نجرب مره ثانيه. ولا اشي ولا اشي ولا اشي ولا اشي ولا اشي. بدي ضربه. مش طبيعي مش طبيعي الضرر اللي بيطلع، مش طبيعي الضرر اللي بيطلع ابدا ابدا ابدا. ما علينا المهم، فبدنا نجرب هلا لعبه ثانيه عشان ايش؟ عشان ما يصير فيه اللي صار هالمره. ايوه شو دام. طيب اللعبه هلا بشكل عام طبعا هي هاي اللعبه اسمها اوفر واتش، ونورجيكم اياها بشكل. طبعا انا لعبتها كذا مره، مره كذا مع اصحابي، مره مع اول مره لما لعبتها لحالي كانت هاي مسليه جدا اللعبه. ولكن قبل ما نعمل هيك، لانه هلا صار ال شو اسمه العيد السنوي تبع اللعبه هذه اللي هو الانيفرساري، نزلوا فيها خريطه بترا اللي هي اللي موجوده اصلا في الاردن. ولكن وطبعا هاي اول مره يعطوا انتباه كامل لخريطه. يعني هلا قبل كان في خريطه اسمها تمبل في انوبيس في مصر، و شو اسمه انه كانت في مصر. وبعدين اللي صار هو انه ما كانت في مدينه، يعني كان ما كانت القاهره او الاسكندريه. هلا حطوا لك خريطه في هذا اسمه بترا. حلو، اشي فاخر على الاخر. ما علينا.
شيء ممتاز جدا. هلا اللي انا بدي اعمله بدنا نشوف احنا شو هي ال اللوت بوكسز. هذا اللوت بوكس بيعطيك اشياء كوزمتيك زينه فقط، بتغير شكل اللاعب، بتغير هذا، ممكن ده بيطلع لك فلوس، بس هاي مش فلوس نقديه حقيقيه، هاي بس في اللعبه ممكن تشتري اشياء. مثل مثلا كيف اورجيكم اياها، يعني هلا بنفوت مثلا على الهيرو جاليري. انا الشخصيه المفضله عندي هي اسمها فرح، هي اصلا من مصر. طبعا هذول شخصيات حقيقيين، منهم من اليابان، من المانيا، من في منهم من مصر، في منهم من الانجليزيه او امريكيه او كذا او كذا او كذا ميكس يعني. ففيك مثلا يطلع لك عندك اشياء بتغير شكل اللاعب، مثل ما انتم شايفين هون عندك هذا، يكون هذا عشان مصر عندها اللي هو انوبس زي تعون الفراعنه، او عندها اشكال ثانيه طبعا على حسب المناسبات اللي هي نازله. مثلا هاي بكريسمس كانت نازله، هاي كانت نازله بالهالوين، هيك الشكل انه هي شخصيه هيك. هذا عندي طبعا الايتمات الثانيه تبعتها تكون شكلها رهيب، زي طبعا السلاح كمان، السلاح انا محوله ذهبي عشان انا كثير لعيب ب بفرح. وطبعا عندك طبعا عامله بوكوهونتس الاخت العزيزه في المنظر هذا. فالحلو في الموضوع هو انه انت ممكن في عندك ايتمز هون مثلا ممكن احاول اشتريها، مثلا محتاج انا 250، ما معي اصلا 250 كوين، او ممكن اي اس بي يغير للشكل، او ممكن ثاندر بيرد، او على حسب مثلا طبعا السنه الصينيه يعني كل سنة بيكون في عندك الجابانيز ولا تشاينيز نيو يير وبغيره. طبعا هاي اشكال كلها ما عندي انا، لو انا ما عندي الكوينز ممكن بفلوس نقدية يعني بفلوس حقيقية ممكن اشتري لوت بوكسز، او ممكن يطلع لك وانت بتلعب. حلو، فاذا ما بدك تستنى ممكن تشتري وعادي، بس ما بتغير اي شيء في اللعبة، بس اللهم شكل اللاعب، مش شيء في اسلوب اللعبه، ما بغير ولا هذا يعني. ما في شيء اسمه تدفع فلوس عشان تفوز، عرفت كيف؟ ما في النظام هذا. فنشوف حظنا، وتطلع كله عشوائيا الكلام هذا كلياته. فعندي 20 بوكس بالاضافه الى بوكس واحد اسطوري، نشوف شو بيطلع معنا اليوم. نبدا معنا باول بوكس، طبعا لما يكون هذا يعني ابيك. الله شو هذا، كيف شكله؟ اي 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 صاحب الكرسي العظيم هذا. الله خليها. اوكي طبعا هون عندك الابيض ما له اي لازمه، الازرق يعتبر نادر، البنفسجي يعتبر ايبك، ايبك يكون ايبك يعني رهيب او شيء فاخر على الاخر يعني. وعندك الاصفر هو الاسطوري الليجندري، وهو اندر شيء بيكون يعني. مثل لا ما طلع لي، ما طلع لي اي شيء. شو طلع لنا هون؟ هي اصلا اوريدي عندي اياه يعني. المهم طبعا هون كمان بيطلع لك ايش الاصوات، ممكن تسمع انه الكيو تبع الصوت. شو هذا شخصيه اسمه راينهارد بولار، كام هير. ما علينا، ممكن كمان هاي الاشياء اللي هي في عندك زي سبراي بيطلع معك الصوره، فممكن تحطها انت على الحيط او شيء زي كنت جوا اللعبه يعني، او ممكن يطلع لك كوينز. ممكن مش شايف، طلع لي 50 كوين، انا صار عندي 220، كان عندي 170. نفتح بوكس ثاني ولا شيء على الفاضي، ازرق ولا شيء بيعملوش. طبعا هذه كان عشان كأس العالم، طلع شو شكله هذا، لا الاولمبيات، هاي كان عشان بمناسبة الاولمبيات. شو الحظ ولا شيء؟ يس يس، اسطوري اسطوري. الله شو نايس، ذات از نايس. هذا تبع لوسيو، طلع شكله هو اصلا هو بيستعمل قوه الصوت عشان عشان عنده شيء اسمه الساوند بيت، هو اصلا دي جي. ممكن على حسب الصوت اما يزيد السرعه تبعت الفريق او يزيد الطاقه تبعت الفريق. فصراحه شيء كثير حلو يعني، كهو ك ما في زيه. حتى السلاح تبعه سماعه، هلا اورجيك اياه باللعبه. والله سلاحه سماعه، فتلاقي باب 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 على حسب البيس يعني. هلا عندنا ايبك، شيء حلو هذا كمان منظره، بس بغلي شكله. ايه حلو نايس. اوكي اللي بعده ولا شيء، ما طلع لي على الفاضي. هاي الصور هاي اللي بتشوفها هون، هاي زي مثلا تبع سيمترا، بتنحط هون جنب اسمي. هذه زي الايكون تبعي، زي البروفايل ايكون تبعي. اللي بعده
ايش الحظ هذا؟ تعني شيء زي العالم والناس. Come on baby, come on baby, come. ايش هاي؟ كيو عادي طريقة وقفة انه ما في اشي. اوكي اوكي اوكي. اه اثنين ابيك، واحدة فيها فلوس والتانية فيها ايش هاي؟ راح يرقص؟ هاي رقصتك؟ هذا اخرك يعني؟ هاي رقصتك صارت؟ انت 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 لانه هو شخصية كثير جدية. ما حد اوه الله كيوت كيوت يتي ماري كيوت البصلة. شوف حطيتها فوق انت. اوكي عندي كمان 10. هاي الله انا بحب الشخصية هذه كثير. طلع هلا عشان انه هو جندي يعني، بس انه اجري انصابت يعني بالحرب فعطوه انه رجلين هيك. ففنان كثير حلو كثير حلو، بحبه كثير هذا، بحب اللبس هذا زي هذا عليه. طبعا هاي شوف هاي تريسر حاطينها زي الهالوين يعني. طبعا هم سو كيوت. اللي بعد ولا شيء على الفاضي. اوه مصر، صار عندي علم مصر هلا لو بدي احطه هون فوق. في بتذكر في امريكا، في المانيا، في السويد، في اشياء كثير هون. شو هذا؟ سولجر 24. اه يمكن هذا كان رقم ريبر. ما علينا، المهم كمان 7 على الفاضي عالفاضي. اللي بعده اللي بعده. come on come on baby give me some. علينا بدي اياها. ورا بام على السريع هيك، تلاقي بنط على السريع هيك في المي. اوكي يلا عندنا بينك. شو هاد؟ بتريت. اه شفتها كيف؟ شوف دي جي حلو صراحه شكله، بس انه عندي الشخصيه اوريدي نزل لي منه شيء، مع اني بحب اللون هذا. I like this color, I want this color. اوكي اللي بعده باقي كمان 4 وفي عندي بوكس ثاني اسطوري على الفاضي. اللي بعده اديني. شو هاي؟ شو هاي؟ كم من صرف يا زلمة؟ فلوس كوينز، اعطوني كوينز. هاي اوريسا، مش عايز اوريسا. 150 هذا اخركو؟ 150 يلا باقي كمان بوكس. دوم فيست ماشي. يبقى املنا الوحيد هو هذا البوكس الاسطوري، 1 ليجندري انيفرساري لوت بوكس. وات بكريا، طلع شكله شو رهيب. لا رهيب رهيب شكله صح. يلا تمام اوكي. طبعا هلا شو كل الاشياء هاي. يا الله شو احلى شيء بالحياه هذا مارك اول السين. اوكي هلا انا عم بلعب، انا هلا وصل الليفل تبعي بلاتينوم. اوكي بلاتينيوم يعني في عندك النحاس، نحاس كوبر لا برونز 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 عندك الفضي والنحاس، لا النحاس والبرونزي. المهم عندك برونز، بعدين عندك الفضي الذهبي بلاتينيوم، بعدين عندك الالماس، بعدين عندك ماستر وجراند ماستر، وبتصل لاعلى المستويات. على حسب لعبك بتزيد وبتطلع، ممكن تلعب مع فريق ممكن تلعب لحالك. انا شو راح اعمل؟ راح العب هون، بس انا معي فريقين. ايش نختار؟ شو السكن اللي بدي اختاره؟ اخذ هاي ولا هاي؟ لا سكيورتي تشيف. يلا كان سمون تك ميرسي
يا بسم الله زنياتا عندنا 1 هيلر بدنا كمان هيلر نايس اوكي نشوف المفروض انه في كمان اغاني موجوده وفي هذا الحكي انه حلو انه تسمعوه انا بالنسبه لي مهم لانه ممكن اسمع خطواته حلو هاي اول واحد نزل شلناه على السريع اني سمهيرك لا لا يا الله حلو يلا اخذنا النقطة هلا هلا بشوف احلى شيء انه هذا بيكون عنده درع اوب 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 هيل طيب يا زلمه هيلني رفعني ثانك يو المفروض انه في عندي ميرسي هاي تضلها ترفعني تضلها معي بس هي ما بعرف بتروح لبعيد تتركني يعني فانا بحاول اكون اجريسيف واول ما اكون اجريسيف بيصير صعب الوضع يعني اوكي ممكن هذا علي صوت شوي صغيره اوكي انا هيك تمام هذا عمل الالت تبعته اوه 3000 I need healing كم باقي لي 3000 اموت اول ما بيتركني بموت اول ما بيتركني على طول يلا مره ثانيه لا اله الا الله بتتركني ليه ليه عم تتركني هالبنات ارفع يا الله ما لحق خسرنا اول جوله الفاضي والله الله حرام الله حرام
ايوه مش معقول مش معقول يا زلمة، ولكنه في فريق، ولكنه في حد حرام. غيرنا غيرنا غيرنا، يلا نشوف هلا لو هيعمل فرق الموضوع، لان احنا قاعدين قاعدين ناكل على راسنا وما حدش واضع. انا كمان انا عم بعمل ضرر عالي بس مش قادر اعمل اي شيء. والله كني بلعب لحالي، اقسم بالله اقسم بالله كني بلعب لحالي، كله بيموت هيك بيموت على السريع. حرام. Come on baby let's go let's do this. هيا 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 بينا. هلو شوف عم بقول لك هلو، شفت شفت محسني، انا لازم اروح على اليمين اغطي. شغل الالتيميت تبعته. يلا اوبن لوت بوكس. ايه في عندي لوت بوكس. يلا اعطيني شيء مشان الله مشان الله. يعني ها يلا يلا let's do this. نرجع نركز مرة ثانية. هلا الفكره كلياتها انه لازم يكون في عندك فريق متكامل. يعني انا ما عم بعمل دوري، انا دوري انه اما احاول اقتل الناس اللي بيعملوا ضرر او السبورت اللي هم الدعم تبعهم اللي بيهيلهم اللي بيعطوهم الحياه هذا كلياته، ولكن عشان انا اقدر اعمل شغلي لازم الفريق الثاني، لازم فريق انا يكون معي يحميني. فهي الفكره، لان هم تبعهم مرتاحين ما حد عم بيقرب منه ولا حد عم بيعمل اي شيء، كانت مشكله لنا صراحه. يعني عرفت كيف؟ فهذا اللي هذا اللي عم يصير. ليفينج ان بيك اب. هلو الو اي ويل ثانك يو. Enjoy the quiet while it lasts.
ايش بليز. شكرا بدي اعمل هذا، بدي اطفي الصوت. اوكي طفينا، ممتاز. سمي بالله، هو احتمال الصراحة انه الحلقة تخلص قبل المباراة ما تخلص اصلا، بس ما عندنا مشاكل يعني، احنا بدنا نضلنا نلعب وهنضلنا نلعب ونثابر. هلو بيبي، هاو ار يو؟ ماي نيم از حكيم صاحب الكرش العربي. Would you like to have some coffee؟ اسمك كوكامولي. مش عارف ليش طلعت هون، فكرت انه هذا يكون اسمه ناتشوز. قريت ناتشوز كوكامولي، ناتشوز كوكامولي. ما علينا، I need friends. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي ليتس جو بيبي ليتس جو. على شيء هلا فريحه تطلع من بعيد، بتطير من فوق بالعالي، عم بحاول يعمل السليب، بحاول تنيمني. اضغط عليهم اضغط عليهم اضغط عليهم، مش قادرين يطولوك، هم مش قادرين يعملوا لك شيء. ايوه حلو، برافو. كمل 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 كمل. روح يا كبير، روح يا كبير. الله، عم بخبط السيارة على الفاضي. هاتو برافو برافو شباب برافو شباب. وين مين هذا؟ صح، هاتوا الدبدوب هذا. اوكي 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 جو 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 جو. اخذنا البوينت، اخذنا البوينت. يسعد الله يسعد الله. روح هلمبا للجهاد. انا هاي المرسي اللي معي مكيف عليها، انا روعة لعبها روعة. والله شو يوجع. شفت انا كيف سامع خطواته؟ سامع عشان بينا. هاي راح اموت راح اموت. شش شش، ما حد يعرف. حلو 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 كثير. كملوا عليه هاد، كملوا عليه كملوا عليه. خلصوا 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 خلصوا، خلص عليه كلك. برافو برافو شباب، حلو. باقي 50 ثانية على البرنامج، خلنا على الأقل نكمل هاد. لا لا هموت أنا، هيك هموت. بس يلا كله ذهبي يعني، أنا اللي عم بعمل الشغل. برافو. وطبعا شباب احنا وصلنا لخاتمة الحلقة، وحبيت اقول لكم ان انا كتير استمتعت فيها. حاولت اغير اسلوب اللعب والالعاب ونمط الالعاب اللي موجودة. عادة احنا نلعب لعب جماعي انا واصحابي والشباب هيك، قلنا انه نعطيكم فرصة انه نشوفوا ايش الاصناف الثانية اللي موجودة من الالعاب هاي كلياتها. ان شاء الله رب العالمين هنكمل، وهيكون في معنا حلقات ثانية بكرة او بعده الساعة 12:30 بتوقيت السعودية. نشوفكم صباح الفول والفلافل.